أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. يحرص المسلمون في هولندا على إحياء المناسبات الدينية لا سيما أيام العيد، وعلى الرغم من بعد المسافات بين المدن إلا أنهم اجتمعوا في مؤسسة الكوثر الثقافية للمشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك وإقامة المراسيم الخاصة به. طبعا الأجواء هنا كما ترون أنه أجواء مفرحة، لماذا؟ لأنها تسد فراغ كبير قد تعودنا عليه منذ الصغر ومنذ الطفولة، أنه الناس تعيش تلك الأجواء إما في أيام عرفة أو في القرب من زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو في حج بيت الله الحرام، وكذلك زيارة العوائل وما شابه ذلك. هنا نحاول أنه نعوض هذه القضايا، هذه النقوصات كلها نحاول نعوضها من خلال الزيارات المتبادلة، من خلال الكلمات الأخوية، من خلال هذه الصلاة. نحاول هنا جمع الشباب والسير على الطريق الصحيح ودفع الشبهات والطريق العلمي لفهم الإسلام والطريق الصحيح لفهم الإسلام من خلال الكتب الصحيحة ومن خلال الثقافة الصحيحة لمحمد وآل محمد، والسير على منهج آل البيت عليهم السلام جميعا. وتعد هذه المناسبة العظيمة فرصة مهمة تستثمرها العوائل المسلمة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتعريف الأبناء لا سيما المولودين في هولندا تعاليم ديننا الإسلامي السمحاء ومذهب أهل البيت عليهم السلام. كل المناسبات يكون تجمع للجالية العراقية، والهدف من هذا التجمع هو التواصل بين الجالية وتوطيد العلاقات وإيصال الرسالة للأجيال القادمة، للشباب للصغار، أنه ما معنى هذا التجمع والهدف من هذا التجمع، وتذكيرهم دائما بمراسيمنا وبمناسباتنا وبأئمتنا عليهم السلام. احنا جينا عمود بالمؤسسة عمود نسوي صلاة العيد ونتعلم عربي ونتعلم القرآن ونتعلم شنو نتوضح. انا واصدقائي نجي هنا نتعلم القرآن وندرس ونصلي العيد، يعني نفرح بالأجواء. في ظل ما يواجهه المسلمون بالمهجر من تحدي للمحافظة على ديننا الإسلامي العظيم، يبقى الحضور إلى المراكز والمؤسسات الإسلامية مهما لترسيخ العقيدة الإسلامية الحقة، وهذا ما تسعى إليه العوائل المسلمة في كل مناسبة دينية. حمد الخفاجي، قناة كربلاء الفضائية، هولندا.